سلسلة الفتاوى المختارة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. قل ما حكم الإسبال من دون خيلاء؟ الإسبال المسؤول عنه من دون خيلاء يرد فيه ما أسفل من الكعبين ففي النار، والإسبال الذي يقترن بالخيلاء أمره أشد من ذلك، لا ينظر الله إليه ولا يكلمه ولا إلى آخر الحديث من الوعيد الشديد، ولكل منهما حكمه، فبدون خيلاء ما أسفل من الكعبين ففي النار، هذا له حكمه، وما اقترن بالخيلاء أمره أشد، يرد فيه الوعيد الشديد لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا إلى آخر الحديث. نعم؟ قد يقول قائل أن ما ورد من جر إزاره خيلاء يقول قيد، وما أسفل من الكعب ما أسفل من الكعبين ففي النار، هذا مطلق، وحينئذ يحمل المطلق على المقيد، فيقيد النهي بالخيلاء، ويبقى ما سلم من الخيلاء لا يتناوله النهي. نقول القاعدة عند أهل العلم في حمل المطلق على المقيد أنهما إذا اتفقا في الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد، أما إذا اختلفا في الحكم والسبب فإنه لا يحمل المطلق على المقيد. هنا الحكم مختلف، ففي النار أخف من الوعيد الشديد فيما اقترن بالخيلاء، والسبب مختلف، هذا مجرد إسبال، مجرد نزول الإزار عن الكعب، هذا حكمه أخف. إذا اقترن نزول الإزار عن الكعب بالخيلاء كان حكمه أشد وسببه الخيلاء، وحينئذ إذا اختلف الحكم والسبب لا يحمل المطلق على المقيد كما هو معلوم ومقرر عند أهل العلم. أما إذا اتفق في الحكم والسبب فإنه حينئذ يحمل المطلق على المقيد، ومن باب الفائدة تتميم القسمة، إذا اختلف في الحكم واتفق في السبب، أو اختلف في السبب واتفق في الحكم، إذا اتفق في الحكم يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور، كما في وجوب اعتاق الرقبة في كفارة الظهار وفي كفارة القتل، الحكم واحد وجوب الاعتاق، والسبب مختلف، هذا قتل وهذا ظهار، فلا يلتفت حينئذ إلى السبب، فيجب أن تكون الرقبة المعتقة مؤمنة عند الجمهور للاتفاق في الحكم خلافا للحنفية. أما إذا اتفق في السبب واختلف في الحكم فإن الجمهور لا يرون حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة، كما هو الحكم في اليد في آية الوضوء وفي آية التيمم، السبب واحد الحدث والحكم مختلف، هذا غسل وهذا مسح، ولا يحمل المطلق على المقيد حينئذ، فلا تغسل اليد إلى المرافق، فلا تمسح اليد إلى المرافق. إذا اختلف في الحكم والسبب هذا لا يحمل المطلق على المقيد اتفاقا، كاليد في آية السرقة مع اليد في آية الوضوء، اختلف في الحكم والسبب، السبب هذا سرقة وهذا حدث، والحكم في هذا قطع وفي هذا غسل، فلا يقال تقطع اليد إلى المرافق اتفاقا. أحسن الله إليكم. إذا خلاصة لهذا أن حكم الإسبال من دون خيلاء حرام، محرم، نعم، ومتوعد عليه بالنار. فإذا اقترن بالخيلاء كان الأمر أشد، أشد في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.